حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار يوسف الصباغ، عضو هيئة التشريع والرأي القانوني. بعد التحية ونرحب بك في نشرة الثالثة. متى تحديدا سيتم عرض كشوف المترشحين النهائية؟ بداية أنا أمسي عليك أستاذ وعلى السادة المشاهدين، أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا بيتم عرض كشوف المرشحين بإذن الله تعالى في مقار اللجان الإشرافية الأربع حسب كل محافظة، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022. نعم. يكون من الساعة 5 عصرا إلى الساعة 9 مساء. أيضا أتاحت اللجنة التنفيذية طبعا للانتخابات عرض كشوف أيضا المرشحين على الموقع الإلكتروني للانتخابات اللي هو www.vote.bs. وفي حقيقة الأمر تم تقديم فترة عرض هذه الكشوف لتكون بتاريخ اليوم بدلا من تاريخ 26. نعم. وذلك لانتهاء فترة تقديم الطعون المقررة قانونا، وأيضا لانتهاء المحكمة المختصة في الفصل في هذه الطعون. وفي السياق أود الإشارة إلى أن اللجان الإشرافية على سلامة الانتخاب طبعا بدأت في تسليم نسخة من جداول الناخبين للمترشحين من خلال حضور هذه المترشحين لمقار اللجان الإشرافية خلال الوقت المحدد اللي هو من الساعة 5 إلى الساعة 9 مساء. نعم، نتحدث عن الإجراءات المتعلقة بآلية تعيين وكلاء المترشحين، ما هي تلك الإجراءات؟ طبعا أجاز القانون للمترشح أنه هو يعين وكيلا له في الانتخابات النيابية والبلدية، فالمرشح اللي يرغب في تسجيل وكيل أو وكيلين أن يختار اثنين من الناخبين المقيدة أساميهم في جداول الانتخاب الدائرة اللي ترشح فيها، ويقدم هذا الطلب إلى اللجنة الإشرافية خلال الفترة من 24 أكتوبر اللي هي من اليوم ولغاية 5 نوفمبر 2022. طبعا لازم يرفق في الطلب نسخة من بطاقة الهوية لوكيل المرشح، وأيضا نسخة من إيصال الترشح، وصورتين شخصيتين لوكيل المرشح. نعم، المستشار يوسف الصباغ، عضو هيئة التشريع والرأي القانوني، شكرا جزيلا لك.